في النهاية سيمر، ولكن في اعتقادي هذا القانون لا يفتقد أولا إلى الاستشراف المستقبل، بمعنى أنا أتوقع أنه لن يصمد مع تسارع الأحداث والمعطيات، وبالتالي لا أتوقع أنه سيبقى على حاله في خلال العامين المقبلين. أتوقع أن يتم تعديله وفق ظروف ومعطيات معينة في الفترة اللاحقة. وهذا القانون أيضا المؤسف أنه حتى في يعني في الجسم الصحفي على مستوى قاعة التحرير، على مستوى المؤسسات الإعلامية، على مستوى يعني صفحات الصحف، على مستوى البرامج التلفزيونية، ليس هناك نقاش حول قانون الإعلام على الرغم من حساسيته ومن حيويته، أولا في علاقة بالصحفيين بالمؤسسات الإعلامية يعني المسألة الديمقراطية بشكل عام في الجزائر. ليس هناك نقاش، يعني حتى الأحزاب السياسية ليس لديها أو لم نشهد لها نقاش حقيقي حول هذا القانون أو اقتراحات عميقة عملية. وبالتالي يعني هذا القانون يمر في ظروف ليست طبيعية على الأقل مقارنة مع القوانين السابقة ومع ظروف سابقة. يعني عندما طرح قانون مثلا 2012 كان هناك نوع من النقاش إلى حد ما حول هذه المسألة، لكن للأسف في الجزائر هذه المرة لم يكن يعني لم يطرح القانون للنقاش لا على مستوى المؤسسات الإعلامية، لا على مستوى الجسم الصحفي، ولا حتى على مستوى المشهد السياسي بشكل عام. هذا في النهاية يعطينا تصور واضح حول ما يعني توجه السلطة نحو يعني وضع قواعد وضوابط للمشهد الإعلامي بالطريقة التي تريد وبالصورة التي تريد وبالتصور الذي تريده، دون الأخذ الاعتبار ما هي الاحتياجات الحقيقية أولا للمؤسسة الإعلامية، ما هي الاحتياجات الحقيقية للمشهد الإعلامي، وما هي الاحتياجات الحقيقية لإنشاء مشهد إعلامي يليق بالجزائر.